سلمى يوسف من مصر هي النزال الثالث في هذا الوزن دور ربع النهائي. مروه ميساب وعلان هذه هي رميسة بوعلام البطلة الجزائرية بثقة وبابتسامة تعكس الكثير من الأمور. هذه الابتسامة ابتسامة رميسة بوعلام أتمنى أن ترفع العلم الجزائري عاليا في هذا المحفل المتوسطي في نزال تقوده التونسية بوهلال. إن شاء الله يكون التأهل الثاني للقفاز النسوي الجزائري بعد إيمان خليف. تحية من الجماهير الجزائرية. شوف مبتسمة رميسة. أتمنى أن تكون الابتسامة أيضا مع ختام ونهاية هذا النزال. أتمنى أن تتأهل وتلحق بزميلتها إيمان خليف إلى الدور ربع النهائي. تتعالى الصيتات صيحات والأهازيج أقول هنا بقاعة الرياضات بالمدينة الجديدة مسرح منافسات الملاكمة. هذه هي الحكمة التونسية وهلا لحظات ينطلق النزال. إذا رميسة بوعلام 20 سنة نعول عليك كثيرا في حصد والصعود على منصة التتويج. الصعود إلى منصة التتويج سيبدأ اليوم من هذا النزال لأن الفوز سيضمن لها ميدالية برونزية على الأقل. هي ثوان فقط ينطلق النزال. آخر تعليمات الحكم التونسية. الهزيج والزغاريد أجواء رائعة مشاهد متميزة تصنعها الجماهير هنا فوق المدرجات في انتظار ما ستصنعه رميسة بوعلام فوق الحلبة أمام المصرية سلمى يوسف في الركن الأحمر الجزائرية في الركن الأزرق. ممتازة دخول ممتاز طريقة لكم رائعة ممتازة تلاكم عن بعد. رميسة لا تعتمد على تغطية الوجه بلكمات مستقيمة رائعة ممتازة. رميسة الطريقة التي تلاكم بها رميسة متميزة ممتازة. لكمة يمينية قوية تصيب الوجه مباشرة ثم الثانية والاحتساب. نعم والاحتساب للمصرية سلمى يوسف. سلسلة من اللكمات اضطر الحكم التونسي بوهلال للاحتساب بالتأكيد. التفوق واضح الآن في الجولة الأولى. رائعة رائعة رميسة. الفارق يبدو واضحا ممتازة. كل لكمات رميسة تصيب الوجه وبالتالي تسجيل مزيد من النقاط. نكتشف رميسة لأول مرة في هذا النزال الذي يتابعه معنا الجزائريون. هذا هو مستوى الملاكمات الجزائريات. شاهدنا إيمان خليف بالأمس ورميسة بوعلام اليوم مستواهما عالي جدا صراحة. تدخل الحكم وهلال رائع ابو علام رائع ابو علام. تتوجه مباشرة الى الوجه تركيز عالي وتحرك ممتاز ايضا فوق الحلبة. تناسق كما ذكرت من بين العوامل التي تساعد الملاكم على
كرة بيان بسط السيطرة والهيمنة هذه عادة ثانية. لاحظوا مباشرة في الوجه قوية جدا هنا احتسبت أو احتسب الحكم للملاكمة المصرية سلمى يوسف. ممتازة مجددا سيطرة واضحة وسلسلة من لكمات قد تضطر الحكم للاحتساب للمرة الثانية. ممتازة رميسة تسيطر تهيمن والحكم يتدخل لفك الالتحام. طبعا سلسلة اللكمات القوية تؤثر على الملاكمة المصرية في هذه اللحظات. نهاية الجولة الأولى بتفوق الجزائري رميسة بوعلام بالعلامة الكاملة. الحكم كل الحكام منحوا 10 نقاط في الجزائرية بينما منح حكمان بالمصرية حكمان منح 8 نقاط والثالث منح 9 نقاط وبالتالي المجموع 30-26 فارق واضح في المستوى وليس متقارب. بصح ايه كي تخدم هي كي تجيب تروح ولي بضرب تاعي استمعتم لما قاله المدرب رميسة بوعلام. بداية النزال في جولته الثانية ممتاز. إذا تواصل النزال على هذا النحو سيتوقف في اعتقادي مجموعة من اللكوه والاحتساب كما توقعت. سقوط الملاكمة سلمى يوسف قد يضطرها ربما وقد يضطر الحكم ليقع في النزال. ضربة ممتازة سلسلة من اللكمات واحدة ثانية أردتها أرضا وبالتالي أتوقع توقف النزال لعدم تكافؤه صراحة. الحكم سيضطر إلى إيقاع في النزال والاحتساب للمرة الثالثة سيتوقف النزال بلا شك. نعم توقف النزال ضربة قاضية وبقرار من الحكم يتوقف النزال. نعم مبروك لرميسة بوعلام تأهلها إلى الدور نصف النهائي وضمان الميدالية البرونزية على الأقل. فارق المستوى كان واضح توقف النزال في الجولة الثانية وبالتالي فارق واضح منازلة غير متكافئة والابتسامة التي دخلت بها الحلبة رميسة تختتم بها فرحة. هنا السقوط هنا اللكمة القوية كاو إن شاء الله يا مشروع بطل متوسطي رميسة بوعلام سعيدة بهذا الحضور الجماهيري وبهذا الانتصار الباهر. مبروك لرميسة وعلام. رميسة تفوز بالنزال الثالث في وزن 48 كيلوغرام وبالتالي تتأهل إلى دور النصف بالطريق إن شاء الله نحو الذهب المتوسطي. هذه هي رميسة نستمع. هذه البداية وما زال سعيدة رميسة بهذا الأداء.
Thank you.